حمودي حمودي المرأة اخترق. حمودي 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 اتني معك حمودي حمودي ماما ماما حمودي حمودي اتوقع حمودي حمودي كيف كيف حمودي مرحبا السلام عليكم كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير احبكم انتوا ربي يستر يا جماعه اول شيء صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اليوم الفيديو يا جماعه هو تحدي الاكل بس اكل شو راح ورجيكم هلا بهاي الكاميرا طبعا بما انه انا بخسر تحديات الاكل وهيك بس فيك شغلات عادي يعني ممكن طبعا يا جماعه مثل ما تكونوا شايفين شوف الكميه طبعا في هون عندنا تقريبا 110 بسكويتات يو 110 بسكويتات بتشكيلتهم بكل شيء طبعا مثل ما تكونوا شايفين يو سكر يا 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 هذول هي الطاوله كلها نعم ربي يستركم يا جماعه طبعا مثل ما شفتوه هذا هو كم البسكويت الموجود تقريبا 110 بسكويتات او 120 بسكويت بالضبط ما بعرف المهم ربي يستركم الفيديو هو راح يكون تحدي بيني وبين اخوي محمد فينا نجمع قشور تمام ناكل تمام ونجمع قشور يعني انا راح اكل قطعه راح احط قشره تاع الزيت اخوي محمد راح ياكل قطعه يحط وراح نشوف اخر شيء راح نعد بيناتنا لبين ما نطول راح نشوف مين راح ياكل عدد اكبر طبعا مثل ما بتعرفوا انه حلو ودجج وبسكويت تعرفوا يعني شوكولاته يعني اوكي ربي يستركم يا جماعه المهم جاهز انت؟ جاهز وانا جاهز راح نبلش الله انا واخو محمد بصراحه شوفوا انا فيني بس بدي اقول لكم شغله انا اي شيء فيه شوكولاته ما بحبه من عدا هي البسكويت ما تبقى كل شيء فيه شوكولاته ما بحبه فهذا الشيء يمكن راح يكون عندي اصعب راح احاول انا اشيل فيه حليب فيه موز فيه شيء ثاني المهم انه ابعد عن شيء اسمه شوكولاته لان الشوكولاته عندي يعني كثير بتكهرب منه ما بعرف ليش المهم ممكن تشوفوني غبي اوكي يعني احتمال هذا التحدي اكون انا القاضي فيه ما بعرف راح نشوف جاهز طبعا في بسكويتات شوكولاته مثل هاي اذا بتعطوني مليون ليره ما باكل جاهز لا مليون ليره باكل اوكي جاهز, جاهز. يلا واحد اثنين ثلاثة دايا واحد اثنين ثلاثة والله على ايش بلش الميرا قالوا بسم الله بلشوا هدول فتحهم لحاله بدي ياكل وقت ما حبيت الترتيبة فتحت هي ياسمين كده أنا حتى لو نعم. مثل الجات والبيت من سايب الجات. حلوات ما تجور حالك لحد الآن نتيجة مع مين؟ كم واحدة نتيجة؟ طبعا الله هاي ممكن تأكل عليها؟ اشبع حمودي سمي بالله سمي بالله قلوب 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حمودي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حمودي حمودي حمودي
خو شرب 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 حمودي 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 قوم قوم واقف حمودي قوم قوم واقف قوم قوم واقف قوم بس اتني معتك حمودي حمودي ماما ماما حمودي حمودي اتوقف حمودي كيف حمودي ماما حمودي قلوب حمودي الله ما حمودي ماما حمودي كيف حمودي كيف حمودي ماما حمودي ما بعرف ترى حمودي بسم الله الرحمن الرحيم انت ما فيك مخ ابني ما في مخ بس اللي بهمني ما في مخ ليه طلعتي انت؟ طلع ايدي وين راحت؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل بس. ضربتوني يما. شكيت امري لله. انا شفت ابني. طلع ابني. ما بحبك حبو. استغفر الله رب العظيم. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفر الله العظيم بس. حسبي الله ونعم الوكيل. لا خلص روحي انت زي ما تطلعي ثاني مرة. ما اطلع ثاني مرة؟ كون والله. روحي. صار كم مرة سويت فيها الشغلة؟ يا الأخير بصفي مسكين لا قلب ولا نبض ولا صوت ولا أبدا. طبعا ربي يسعدكم يا جماعة بعتذر انا عن الشيء اللي صار طبعا انا ما توقعت انه امي تطلع عرفت علي شلون يعني قلت ايش بصير يعني امي بتضل تحت يعني بتعرف الوضع والمرة ما خبرت انا لاني فعليا الفكرة لما طلعت معي انه اسوي حالي انه اختنقت تمام وانا عم باكل خطر لي انه اسوي فيه هذا الشيء اوكي رحت جحش بتعرفوا رامي يعني ما راح يطلع الكاميرا وما بعرف شو اتس اوكي عادي نو بروبلم بس المهم ما سويت فيه شفت هيك لفته علي طلع عن جد بحبني يعني فعلا الاخ يا جماعه يعني اخ مستحيل يكون اخ في عبره عم بحاول اوصلكم عبره انه عن جد الاخ انه قد انه الأخ كويس الأخ يعني فعلا أخ الأخ عن جد فعلا أخ يا جماعة دي بقى الأخوك دي ام فرطه باوك ما ايش عم تسوي دي ام فرطه دي طلع خلاص انا هي ام خلاص بدنا بدي اطلع على الكاميرا عشان ما نعرف نفكروا انه في بيناتنا زعل لا ما في بيناتنا زعل صح ولا لا اخ احنا بنريد ما بنعمل خلاص فرطه صافي لبان ما في فرطه ايه ما في شيء صافي لبان ايدك يلا صافي لبان ليه ما شغلوا لاب شغلوا لاب بدك فرطه ولا بدك لا بدنا نفرطه يلا دي فرطه بدي كاميرا يعني اوكي ايش بدك بس
ربي يسعدكم يا جماعه. هلا اول شغله ايه شوفوا كبوا كل شيء كبوا كل شيء. انا لحد الان يعني مالي زعلان ولا مزعوج طبعا عادي يعني القصه ما قلنا هي بس انا اول شيء انه خفت لاني في شغله صارت معنا من فتره ما بعرف في عالم كان بتابع بسويس اخوي محمد بتعرف اخوي محمد مره كان فاتح اخوي محمد ايه مره كان فاتح بس هون وما بعرف ايش عم بيساوي او مختنق واختنق عن جد اقسم بالله اختنق عن جد اختنق نظامي وقت اختنق يعني لدرجه انه وشي صار ازرق لهالدرجه بوقت انا بيرك والعالم كلها عم تضحك وهي عم بيقولوا انه مقلب وكذا هون انا لبعقلي اكثر نزلت انا جبت له مي لبين ما صحي واخذ روح ما تم حدا لحدا والعالم كلها ايش عم تكتب مقلب انا حلقي وقت انجرح فعليا انجرح تميت 3 ايام يومين 3 ايام اعاني من حلقي المهم فانه كانت القصه كثير بشعه فمشان هيك لما اختنق ما حطيت ولا 1% احتمال انه عم مقلبني او كذا وما بعرف اذا شفتوا انه عروقته طلعت ووجهه صار احمر عن جد احمر يعني صار وجهه عن جد احمر لدرجه انه خلص وارتخى جسمه كله عرفتوا علي فما عاد اعرف ايش بدي اسوي وتاني شغله بهالقصص يعني اذا بساوي فيني كل يوم مقلب بدي اضل اصدقه لاني بخاف مره واحده ما اصدقه ويكون القصة يعني مزبوطة عرفتوا علي فانه هي هي الفكرة حبني. انا ما بق... لا ب... مو انت حتى اذا كان كلب يعني هيك كمان غص بساعده عرفتوا علي حتى لو كان هو. كلب عرفتوا علي فما بالكم يعني حشرة المهم يعني. ربي يسعدكم يا جماعة المهم يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو يعني هي يلا فرطة فرطة طلوا شوفوا بده يستفزني مشان اسوي مشاكل مو معلقت معه هالمرة لا بس لا تفوت بس قربت رفستك لا تقرب علي ابدا اوكي يلا يلا انهي معنا ربي يسعدكم يا جماعة لانكم وصلنا لنهاية الفيديو ما بعرف حسبت الفيديو حسبت الفيديو تحطوا لايك في القناة سلام فيديو كان معكم محمد مصلي ورامي والسلام عليكم شوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة